نروح بقى مع حضراتكم لاخبار الناشئين في الصحف والواقع والمواقع، ونبتديها مع حضراتكم بفريق 2003. اهلي 2003 يفوز على سيراميكا بخماسيه نظيفه في بطوله الجمهوريه. احرز اهداف الاهلي ميدو نبيل هدفين، رأفت خليل هدفين، واحمد داوود، وكان رجل المباراه في هذه المباراه ميدو نبيل. نروح لاهلي 2005. اهلي 2005 يفوز على المصري بثلاثيه نظيفه في بطوله الجمهوريه. أحرز أهداف الأهلي يوسف عفيفي هدفين، والمدافع معتز محمد. أهداف الأهلي كلها جت في الشوط الأول. نروح لأهلي 2006. أهلي 2006 يفوز على سموحة بثنائية في بطولة الجمهورية. أحرز أهداف الأهلي التوأم حسام عادل، اللي احنا استضفناهم الحلقة اللي فاتت حسام إبراهيم، لكن حسام هو اللي سجل الهدفين ونقول له ألف مبروك. أهلي 2007 يفوز على سموحة برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية. أحرز أهداف الأهلي مصطفى بهجت، حازم عاشور، أحمد الشيخ، والمهاجم الصاعد الواعد محمد عبد الفتاح تاحة. نروح لأهلي 2008 يفوز على الداخلية بهدف في بطولة منطقة القاهرة. أحرز هدف الأهلي صالح موسى في الدقيقة 75 من عمر المباراة. دي كانت كل أهدافنا أو كل أخبارنا في أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. نروح بقى لمباراة 2009. 2009 الأهلي وإسكو، والأهلي كمان بيفوز بنتيجة كبيرة. نروح نشوف أهداف اللقاء.